تدريجيا تعود مصانع الموصل إلى العمل بعد أن تم تدمير أغلبها خلال معارك تحرير المدينة. مصنع ألبان الموصل أعيد تأهيله جزئيا من قبل منظمة الهجرة الدولية، واليوم يتم تسويق منتجاته من الألبان إلى السوق المحلية، لكنه يواجه مشكلة المنتوجات المستوردة والتي باتت تؤثر سلبا على المنتج المحلي. تم تأهيل جزئي للمصنع من قبل منظمة IOM الهجرة الدولية. تم تسويق منتوج اللبن والقشطة إلى سوق الموصل وإلى دوائر والمدارس وإلى المحلات. حقيقة كان المنتوج له صدى كبير في هذه المدينة بعد تشغيل المصنع. المشكلة حقيقة وجود المنتجات التركية والإيرانية وكثيرة لدول الجوار، هذه تؤثر سلبا على مبيعات المصنع. موظفو المصنع أكدوا أن بعد الحملة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المنتج الوطني، ارتفع الإنتاج من الألبان على عكس الأعوام السابقة، ويتم تجهيز خطوط جديدة لرفض السوق المحلية بالمزيد من المنتجات. التوعية الشبابية لدعم المنتج الوطني زاد الإقبال على منتجاتنا. كمية الإنتاج القشطة حاليا طن إلى طن وربع يوميا، واللبن طنين إلى طنين وربع يوميا. اللي بيجي تقريبا وصل المنتوج، وعدنا الأقضية والنواحي، مثلا عدنا برطلة وعدنا الحمدانية وعدنا تلكيف، هاي نوصل للمنتوجات حاليا. فيما دعا مواطنين وزارة التجارة إلى فرض رقابة على المنتج المستورد، كون أغلب هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري، وأن يكون التركيز والدعم للمنتج المحلي، والذي بدوره سيوفر فرص عمل للشباب. للنهوض بالواقع الاقتصادي بالأساس لازم عندنا يكون المنتجات المحلية لها دعم من قبل الحكومة. بالمقابل لازم تكون أكو رقابة على المنتجات اللي تدخل للعراق وللموصل من قبل الحكومة، وذلك حتى نقدر نفتح مصانع ونقدر نفتح معامل وتكثر الأيادي العاملة بمدينة الموصل. وتنتظر بقية المعامل والمصانع التي تعرضت للدمار خلال معارك التحرير إعادة إعمارها، والتي كان يغطي إنتاجها محافظات العراق كافة. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.